بدات جلالة الملك الرسالة ديالو بالمواقف اللي عنها. والآن البرلمان أيضا حتى هو هذا الجلسة ديال الغرفتين جوج تجمعوا باش يعبروا على الموقف القوي ديال المغرب حكومة وشعبا وبرلمانا وممثلين ديال الأمة المغربية على أنهم كلهم كيقفوا مع فلسطين وكيستنكروا هذا القرار الجديد ديال الإدارة الأمريكية وكيتعبوا باش يبينوا المواقف ديالهم للعالم. وربما هذا يؤثر مع مواقف ديال عدد من أحرار العالم سواء كانوا عرب أو كانوا مسلمين أو كانوا غيرهم أوروبيين أو كانوا في آسيا أمريكا اللاتينية. هناك الآن حملة من حملات إعلان التضامن اللي يمكن تخلي الإدارة الأمريكية تراجع على هذا القرار. إذا الشعب المغربي كله هو متضامن مع طبيعة الحال. المسيرة اللي كانت يوم الأحد بينات هذا الشيء، وأيضا بيان الأحزاب السياسية وعدد من المنظمات المدنية بينات هذا الموقف القوي لجميع مكونات الشعب المغربي. شكرا.